تتناول قادجة الطعام في المطعم. رجعتي الدرس في الفصل أمس. تتعلم جويتا اللغة العربية. ألعب كرة السبكة مع أصدقائي في الملعب. تمارس عيشة الجري كل صباح. هذا ملعب الجامعة. أنا طالبة في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. أسكن في محل فاطمة المجريدية. أبي مهندس في المصنع. عمر يوسف 18 عاما. زميلي من صباح. هذا مكتب الجامعة. هذا الفصل صعب. مسجد الجامعة واسعة جدا. قاعة الجامعة بعيدة عن محله.